اخواتي كنتمنى تكون كلكم بخير وعلى خير واموركم هانيه. في اليوم ان شاء الله انا كنصوب حويجات هكا العاشوره، تمر معمر كذلك شريحه وفقط حلو، وقلت علاش لا ما نشاركهمش معكم. فكنتمنى تبقاو معايا وتتبعوا الوصفه. بالنسبه لهذا الفقاس الحلو انا كيعجبني، وهذا هو الصراحه المفضل عندي، احسن فقاس كيعجبني هو هذا، اما بلي فخوي اما باللوز والجنجلان. فلهذا الفقاس خديت هنا فواكه مجففه، عندي الكيوي قطعته مربعات صغار، كذلك عندي المونك، انتما كتشوفوا الالوان ديالهم كيجيو زوينين، عندي كذلك سوريز مجفف مقطع دو مورسو، وعندي اللوز مقطع دو غونديل. ومن الاحسن البنات حمروه باش يجيوكم هكا، بديروا اللوز ولا الجنجلان ولا الكركاع اي حاجه، سواء في الصابلي سواء في الفقاس، حاولوا ما امكن تحمروهم، فبهكذا كيعطيو كيجيو مقرمشين. كما كتعرفوا الحاجه اللي كتكون مقرمشه ومقرمله هذيك هي اللي كتكون كتجي لذيذه. عندي نص كاس مع مرش ديال زيت المائده، 110 غرام ديال 150 غرام ديال الزبده، و110 غرام ديال السكر كلاصي، وجوج صفار بيضه. غنبدا هو الاول بالزبده، سكر كلاصي، نخلطهم مزيان حتى نحصل على اون كريم. هنا غادي نضيف الزيت بعد ما خلطت السكر كلاصي مع الزبده مزيان، هنا غادي نضيف صفار البيض، صفار جوج بيضات الا كانوا كبار، الا كان الحجم ديالهم كبير، وثلاثه صغار، انا استعملت هنا ثلاثه صغار. نعاود نحرك من جديد، وهنا البنات ضفت واحد نص صاشي ديال فاني تقريبا 3 غرام، وخلطت مزيان. وغادي نبدا نضيف الدقيق على حساب الخليط، واخا الاغلبيه ما كتعجبهمش الدقيق على حساب الخليط، ولكن ما قدرتش باش نعبر على حساب، الا عبرت نتوما على حساب الحجم ديال البيض وعلى حساب كذلك الزبده واش لا مارغارين ولا الزبده، وثاني الدقيق كل دقيق واش كيشرب ولا لا. وهنا غادي نضيف نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، وانا عندي ميزانيه حتى نحصل على امبات اللي تقريبا تجي بحال لاباط صابلي، غير ما تجيش ناشفه بزاف. بالنسبه الى بغيت ديروا لا مارغارين ممكن ديروا المارغارين، انا غير تعود انني كنخدم بالزبده، فهذا فقط علاش كان دائما الوصفات ديالي كنخدمهم بالزبده، لانه ما عمرني خدمت بلا مارغارين، ما كنعرفش صراحه نخدم بها او القياس ديالها، كنفضل دائما نخدم بالزبده. صافي غنخلط هاد لاباط من الاحسن بيدي، غيكون احسن واسهل. وهنا البنات بعد ما خلطت الخليط مزيان وجمعت لاباط، غادي نبدا نضيف هذوك لي فخوي، ودائما كيف ما كنقول لكم على حساب شنو هما، اكيد غايجيو بهاد لي فخوي هكا معسلين غايجيو زوينين، ولكن راه ممكن تعوضوا ديروا الزبيب الجنجلان. صافي غنحاول نخلطهم ولكن بشويه باش هذاك السوريز ما يخسرش لينا لاباط، تبقى بيضه باش ملي نقطعوها يبانو هادوك لي فخوي مقادين. صافي هنا البنات حربلت لاباط على هاد الشكل، على شكل ان بودان، خديت هادو ديال لي نوكس باش يعطوني دائما هي لا فورم، الا ما كانوش عندكم البنات راه تاخذوا غير بلاستيك ولا فيلم غذائي تلويوه مزيان فيه، وراه غادي يعطيكم نفس لا فورم.
نمشي نوضعو ونحاول نقادو باش يجي قاس عالي شويه. وانا غنقص من هنا للوسط وغادي نخلو المجمد حتى يجمد مزيان تقريبا واحد ساعتين ونطلقوا ان شاء الله باش نطيبوا نقطعوا ونطيبوا. وهنا البنات نبدا نحضر التمر والشريحه معمره اللي غنشارك معكم. فهنا خديت الشريحه مسحتها كذلك نفس الشيء كتاخذوا هي الفاصمه ولا بابي. انا كنفضل البانسمون تيكون نقي وكتمسحوا هاد التمر مزيان كتحيدوا ليه العظم. عزلت التمر الصغير وعزلت اللي متوسط الحجم. وبالنسبه لهاد الشريحه فانا فتحتها على جوج يعني على نصفين وخديت هاد الكركاع هكا حبه ديال الكركاع تكون محمره وغادي نجي نغطسها في الشوكولاته. هادو عمرتهم من قبل راكم عارفين الشريحه تبارك الله كتجي مزيانه مع الكركاع يعني هادو بزاف كيتواتوا في المذاق. صافي غادي نكملهم ندخلهم الثلاجه حتى نشف لي داك الشوكولاط ونوريكم كيفاش غنقدمهم. بالنسبه للطماط كيفاش غنعمرو خديت كاراميل نستلي كاراميل مع معلقه صغيره ديال البخاليني خلطهم مزيان ونجي نعمر. بالنسبه لهاد الصغير فانا نعمرو بلا بات داموند وهاد المتوسط نعمرو بهاد الحشوه ديال الكراميل. وخديت هاد لي بيغل هاد ديال الشوكولاط مذاقهم زوين فيهم الشوكولاط والكاكاو. هنايا اخواتي الشكل الثاني نخط ما تكون شويه كبيره ناخذ الحشوه ديال الكراميل مع البخاليني نضعها على الوسط. وهنا ناخذ لي بون هاد لي بونبون شوكولاتي كما كتشوفوا المنظر كيجي زوين. هنا كناخذ كويره ديال بات داموند عجينه اللوز وكندور عليها رقائق اللوز محمرين كندورهم على هذيك الكويره مزيان باش يشكلوا لينا ورده. نثبتهم نحاول نثبتهم مزيان وكناخذ حبه ديال الورد يابس وكنوضعها في الوسط هي كيجي الشكل ديالها زوين وكتعطي منظر زوين. كناخذ كذلك شويه ديال بات داموند اللي كنحاول نشكلها على شكل طولي كنوضعها في وسط التمر وكناخذ المونغ مقطع حتى هو شكل طولي. اما المونغ ممكن كذلك تستعملوا الليمون معسل حتى هو كيجي في هذا الشكل زوين. وهنا اخواتي كذلك هذا الشكل حتى هو بالبيستاش كيجي زوين كنشكلوه بحال شكل ديال السبوله كنبقاو غاديين هكا حبه حبه بالبيستاش فتا هو كيعطي شكل زوين. هنا البنات بعد ما خرجت الفقاس من المجمد ناخذ موس رقيق. انا ديما كناخذ هذا الموس كنخليه للحلويات غير النوكا بحال هكذا ولا لي بيسكوي ولا كيجيني ساهل.
وغادي نبدا نقطع. ثم كتشوف كيجي وما كيكونوش عندنا لي شوت. حاولوا تقطعوه مويان ما يكونش رقيق وما يكونش ثاني غلاط. هنا البنات دخلت الفقاس يطيب على درجه 170، شعلت ليه تحت وفوق وبشويه تيتحمى، خليه غير في الوسط بشويه تيدخل ليه الطياب، وما تجهدوش عليه الفران بزاف الا كان ديال الكاز. وهذا هو اللون اخواتي ملي خرجته من الفران، نتوما كتشوفوا محمر. هنا البنات ناخذ هذيك الشريحه اللي درت في الشوكولات، نحيد هذا الزائد ديال الشوكولات، وغادي دائما السكين يكون ماضي مزيان ورقيق، ونجي نقطع هذيك الشريحه دي ترونش يكونوا غلاض شويه، فما تصوروش الشكل ديالها كي كيجي والمذاق ديالها رائع. وهذه فكره البنات اللي عندهم ضيوف ولا عندهم خطبه ولا مناسبه، شوفوا الشكل ديالها كيجي، كتجي رائعه في المذاق وفي المنظر. وهذا اخواتي هو التقديم ديالي ديال الفقاس او الطبق ديال الفاكهه ديال عاشوره، فكما كتشوفوا باشياء بسيطه يعني غير مكلف كنحصلوا شويه شويه من الحاجه، كنحصلوا على نتيجه زوينه، وكنحصلوا على تبصيل اللي كيكون يعني متكون من كل شيء الفاكهه ديال عاشوره. فكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم شجعوني بلايك، واخوات جداد فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ولا كانت عندكم اقتراحات اللي هي غتفيد القناه ديالي وغتفيدكم، فما تنساوش خليوها ليا في التعاليق، ونخليكم في امان الله. Thank you.